As a result of interim agreement between Iran and P5+1, كنتيجة للاتفاق الأول بين إيران ومجموعة الخمس زائدا واحدة، أعرف أن الطرفين سيتخذان الخطوات الضرورية، بينما ننتظر أن تجمد إيران تطوير برنامجها النووي تبعا لما تم الاتفاق عليه في المفاوضات. وفي الوقت نفسه فهمت أن الدول الرئيسية في مجلس الأمن الدولي ستنظر أيضا في تخفيف بعض العقوبات، وعندها سيكون للإيرانيين فرصة أكبر وأفضل لدخول أسواق الطاقة، نستطيع توقع ذلك بسهولة. لكن بالنسبة للقضايا التفصيلية ما زلت أنتظر كيفية تطور الأمور، والآن من المهم أن تؤدي الاتفاقية المرحلية إلى صفقة حل نووية شاملة. I would say it's still early in the process, and so we're all, of course, watching very carefully. But it's a bit early to know exactly what the implications will be for oil and gas flows. Yeah. Thank you.